بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن يا أخوان اتفقنا أن يكون الدرس إن شاء الله عند صلاة العصر متمما لما سنتكلم عنه في صلاة الفجر، وهو ما يتعلق بالخشوع في الصلاة. الصلاة يا أخواننا، وسأتكلم عن هذا إن شاء الله لاحقا في صلاة الفجر بإذن الله، هي عمود الدين، هي الميزان الذي إن صلح صلح معه كل عمل، وإن لم يصلح لم يصلح معه أي عمل. حتى يوم القيامة أول من يسأل وأول ما يسأل عنه العبد من عمله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله. يعني شو في سائر عمله؟ الصيام والزكاة والحج والبر والإحسان والأخلاق. إن قبلت الصلاة قبل سائر عمله، وإن ردت الصلاة رد سائر عمله. مصيبة مصيبة، يعني إذا الصلاة ردت يرد سائر العمل. فنحن درسنا إن شاء الله عند العصر سيكون متعلقا بالسور والآيات التي يتكرر أو تتكرر قراءتها في الصلوات، نفهمها ونعلم مراد الله عز وجل بها، مشان إذا واحد وقف الصلاة يعلم ما يقول، يعلم ما يقول، وخصوصا سورة الفاتحة. قبل أن أبدأ بالحديث عن ما يتعلق بجزء عما هو هي السور التي غالبا ما نكررها بالصلوات، أتكلم عن بشيء عن أهمية القرآن يا أخواننا، أهمية القرآن في حياة المسلم. نحن أتينا إلى الدنيا ولا نعلم عن الإسلام شيء ملموس إلا آمنا بالله سبحانه وتعالى، وآمنا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدنا بين أيدينا القرآن الكريم، صح؟ يا هل ترى نحن يعني كيف نتعامل مع القرآن؟ ما هو القرآن بالنسبة لك أيها المسلم؟ هلا لو واحد، كل واحد سأل منا نفسه، هذا القرآن، هذا المصحف الذي بين أيدينا، شو هو بالنسبة لنا؟ هل هو قرآن يتلى للبركة، للأجر والحسنات، كل حرف عشر حسنات؟ طبعا هذا الشيء وارد. هل هو قرآن يعني نقرأه ونسمعه حينما يحصل عندنا وفاة، بيسمع قرآن عند الصبح وخصوصا بصوت عبد الباسط عبد الصمد، اسمعوا اسمعوا شوفي والله في ميت بالحارة، صح الكلام؟ ارتبط سماع القرآن بالموتى. فوت على التعزاية منلاقي بالصدر المقرئين أو حاطين مسجلة عم يقرأوا: عظم الله أجركم، غفر لميتكم، الله يرحمه، الله يحسن إليه. ارتبط المصحف بالموت، أو بس ليمرض يجيبوا له قروا له سورة ياسين على نية الله يشفي، وإذا احتضر أو احتضر وتقلد في الأرض سورة الرعد أو الأنعام أسرع، مشان شو يخلصوا منه على السريع. هلا هيك صفيان ما عاد نام بالليل أو قلق بالليل أو شاف له منام مزعج، معوذات. هلا كل هذا خير وبركة، بس هل هذا القرآن أنزله الله عز وجل في رمضان على قلب خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنزل لهذه فقط؟ لماذا؟ ماذا يمثل القرآن بالنسبة لك؟ أنت مسلم الآن جاي إلى هذه الدنيا تحقق إيمانك وإسلامك، حتأخذ معك شهادة مؤمن وترحل من هذه الدنيا إلى أين؟ إلى الوقوف بين يدي الله، وسيسألك الله عز وجل عن كلامه: أنا برمضان نزلت هذا القرآن على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ليش نحن هلا عم نحكي عن القرآن؟ لأنه مرتبط تماما القرآن ورمضان هو شهر القرآن. طيب ماذا يمثل القرآن بالنسبة لك؟ أنت سأل حالك، ما بدي بس برمضان، خلال السنة، خلال عمرك وحياتك ماذا يمثل القرآن؟ في ناس بيشدوا الهمة بيحفظوا القرآن، تمام، شيء جميل جدا. في ناس بيتعلموا القراءات العشر في القرآن، ممتاز. طيب ماذا يمثل القرآن أنت لك كمسلم؟ القرآن حدد الله عز وجل هدفه من تنزيله في أول سورة من القرآن الكريم بعد الفاتحة، فقال ربنا سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني هذا الكتاب القرآن المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ريب فيه، لا شك أنه كلام الله ولا يمكن أن يتبدل ولا أن يتغير، وهو محفوظ إلى يوم القيامة. لا ريب فيه هدى، هذا الهدف، هذا الهدف، القرآن الكريم هدى لمين؟ مو لكل الناس، للمتقين. مين هن المتقين؟ من هم المتقون؟ باختصار هم أهل الجنة. المتقون هم أهل الجنة، أصلاً لا يمكن أن يدخل الجنة إلا التقي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسورة عمّة: إن للمتقين مفازة. بسورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في سورة الرحمن: في جنات ونهر. مع تميم بده يفوت على الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. اوعى تفكر إذا ما كنت متقي من أهل التقوى أن تدخل الجنة، مستحيل. هذا كلام الله، أكثر من يعني عشرات ومئات الآيات تشير إلى هذا المعنى. في تقوى في جنة. طيب شلون بيصير من المتقين؟ حينما تجعل القرآن العظيم هدى لك، هدى للمتقين. شو يعني هدى؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى يعني دلالة، إرشاد، بيان سبيل. هذا القرآن هو طريق المتقين، إذا ساروا عليه أصبحوا أتقياء، وإذا صاروا أتقياء شو صاروا؟ صاروا من أهل الجنة. خلينا نحن نكون واعيين يا أخواننا، حتى ما الواحد يجي على هالدنيا ويطلع منها وما فهم لماذا أنزل الله عليه القرآن. قبل رمضان بشي شهر كن جالس في جلسة فيها شيء 30 شخص، يعني فيه هنالك وحدة حال، يعني بحسن أخذ وأعطي معه. قلت لهم: يا شباب، أنا يعني عم حضر سلسلة من الخطب حول موضوع القرآن، بدي هيك تعطوني بشكل يعني صريح، ما تخبوا علي، كل واحد يحكي بشكل واضح ما هي صلته بالقرآن. 30 واحد وكلهم يعني متفاوتين، في منهم أساتذة في الجامعة، في منهم تجار وصناعيين، واوا 30 واحد بصدق وبصراحة: هل تقرأ القرآن في كل يوم؟ هذا السؤال اللي كان لكم بشكل واضح. أغلبهم لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان للأسف، مع أنهم بيحضروا صلاة الجمعة وبيحضروا أحياناً مجالس علم وبيصلوا أحياناً في المسجد صلوات الجماعة، في منهم بيصلي الفجر، بس صلته مع القرآن فقط في رمضان. بالله عليك، أليس هنالك كثير من الناس لهم صلة في القرآن أو مع القرآن في رمضان فقط؟ ثلاثة فقط منهم، ثلاثة ممن يقرؤون القرآن في كل يوم، كل يوم عنده صلة بالقرآن. لذلك يا أخواننا الآية واضحة، أول شيء الله جعلها:
ألف لام ميم. ذلك الكتاب، كتاب الله الذي أنزله على قلب رسول الله هدى للمتقين، معناته هو دلالة وكتاب إرشاد وطريق، بيان الطريق. يعني خلينا نسميه نحن كما يعني دليل الاستعمال. الله خلق الإنسان وأرسل معه هذا الكتاب حتى يسير على هديه فيسعد في الدنيا والآخرة. يا هل ترى، هل نحن نجعل القرآن هدى لنا؟ بدنا نشتغل. الله ما خلقك في هذه الدنيا عبثا. اوعى تفكر انه جيت على الدنيا بس اخي والله ما بعرف، ابي وامي جابوني وزتوني بهالدنيا وعم نتعلم، واللي ما بيتعلم بيشتغل، وبعدين بدنا نحصل، وبعدين بدنا نتزوج، بعدين اجانا اولاد، بعدين زوجنا الاولاد، خلصت مهمتي. ويرافق ذلك اكل وشرب وما الى ذلك، وبعدين مات. هيك الله خلقك مشان هيك؟ آيات القرآن التي نزلت، إن في القرآن ألف أمر وألف نهي وألف قصة وألف مثل وألف عبرة. هدول يا هل ترى أنت لما قرأت القرآن تلمستهم؟ بقدر تلمسك لهداية القرآن تكون من المتقين، وبقدر تقواك تكون من أهل الجنة. لذلك بقدر صلتك مع القرآن تكون درجتك في الجنان. هذا الشيء لازم ما يغيب عنا أبدا. طيب، القرآن الكريم الله عز وجل أمرنا بتلاوته. مين حافظ الآية التي تأمر بتلاوة القرآن وترتيله ورتل القرآن ترتيلا؟ في أي سورة؟ في سورة المزمل. أحسن شيخ محمد، في سورة المزمل. سورة المزمل شو أولها؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طيب متى نزلت هذه السورة يا أبا نبيل؟ يا عيني عليك، من أوائل ما نزل من القرآن. يعني لما طلع النبي عليه الصلاة والسلام على غار حراء، نزل عليه قوله اقرأ باسم ربك، خاف، ارتجف، عاد إلى خديجة، زملوني دخيلكم. شاف شوفه ما ممكن يحمل عقل، عقل بشري. رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. يا أيها المزمل، نزل عليه قوله يا أيها المزمل، المتزمل بثيابه، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. هذا الخطاب وهذا الأمر، ورتل فعل شو؟ فعل أمر. هل هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هو كل الأمة مأمورة بهذا الكلام. شو الدليل على ذلك؟ آخر السورة، آخر آية منها، الله عز وجل قال في سورة المزمل في آخر آية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. بالله عليكم يا شباب، مين كان الذين معه في بداية الإسلام؟ 5، 6، 10، 20. أديش عمر إسلام هون؟ ما صلن سنة. نزل عليهم أمر بقيام الليل وتلاوة القرآن، وطائفة من الذين معك علم أن لن تحصوه، يعني ما حتحصوا طول الليل تقوموا وتقرأوا القرآن، فتاب عليكم فقرأوا ما لمن. هذا الخطاب للصحابة اللي ما صار عمر إيمان إلا سنوات أو أشهر، هلا دخلوا في الدين وعم ياكلوا قتل في سبيل ايمان هون، لانهم امنوا تركوا القران. وبيجي واحد مسلم
صار عمره 40 سنة وخمسين سنة وثلاثين سنة وعشرين سنة في الإسلام، وأبوه أمه مسلمين، وما بيفتح القرآن إلا في رمضان، وإذا قرأه بيقرأه شو؟ مشان الأجر، بدي أشوف خلصت لي شيء أربع خمس ختمات بالقرآن إن شاء الله. جميل، جميل أن نقرأ القرآن للأجر والثواب، صح، ولازم يكون عندك مسارين، هذا كل مسلم أنا وأنتم يكون عندنا مسارين في القراءة. مسار اللي هو مشان الأجر والحسنات، نكتر منه، معلش لو قرأنا جزء واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة باليوم، وبرمضان أكثر. برمضان الإمام الشافعي كان يقرأ في اليوم ختمتين، ختمة في الليل وختمة في النهار. يا معقول؟ إمام الشافعي حافظه طبعا، حافظه عن ظهر قلب، بالتالي بيحسن يقرأه بسرعة. هذا للأجر والثواب، ستين ختمة في رمضان. وفي قراءة تاني، مسار تاني، أن تقرأ ختمة للفهم والتدبر والتثبت. قرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته. شو يعني ليتدبروا؟ يعني ليتدبروا، هذا إدغام التاء مع الياء، ليتدبروا آياته. شو يعني؟ ليفهموها ويتدبروا ما فيها من أحكام وأوامر ونواهي. يا أخوانا لازم نقرأ القرآن كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأه، وكما كان الصحابة الذين معه يقرؤونه. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن والصحابة الكرام؟ شو قال سيدنا عبد الله بن مسعود؟ ماذا قال ابن مسعود أحد العبادلة الأربع، سدس الإسلام، سادس واحد أسلم؟ قال: كنا نتعلم القرآن عشر آيات عشر آيات، فنفهم ما فيها من العلم، ثم نعمل ونطبق ونحفظ هذول عشر آيات، قسم قسم، عشر آيات عشر آيات، يفهم ما فيها، يتدبر ما فيها يفهم معناها، يتدبر ما فيها يعمل بها. لذلك صاروا رجال، صاروا أناس ذكرهم الله عز وجل فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خلال ربع قرن، 25 سنة، كان الإسلام قد وصل إلى نصف العالم القديم، وصل الإسلام إلى الصين اللي بدنا نوصلها نحن كم ساعة بالطيارة؟ 16 ساعة بالطيارة. وصل الإسلام خلال 25 سنة إلى الصين في عهد سيدنا عثمان بن عفان. شلون؟ لأنهم تعاملوا مع القرآن أنه هدى للمتقين. نحن شو عم نتعامل مع القرآن؟ للبركة. وبتلاقي بيشتري نسخة، الله يوفقك، بدي اياها تكون مزخرفة ملونة من برا، مشان إذا حطيتها هيك تكون هيك تجلب النظر. وبيشتري لتوب هيك مرتب بيحطها على الرف، بيفتحها من السنة للسنة. أو إذا مريض مثل ما قلت لكم بيقرأ وين آيات الشفاء، صار معه كتمان، أخي والله لازم أقرأ لي آيتين، وجع راسه لازم أقرأ له آيتين، صار في تعزية وموتة، هاتوا المصحف من أقرأ له ختمة للميت. هل هيك الله خلق القرآن؟ هكذا، لهذا أنزل القرآن. الله عز وجل أنزله فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هدول اللي بدهم ينجحوا وبدهم يربحوا يوم القيامة، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وينفقوا وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال أبو ذر، قال: يا رسول الله أوصني. نحن الآن عم نحكي كلام مشان نحن كيف نتعامل مع القرآن، ليس في رمضان، في سائر أيامنا لكل السنة. قال: أوصني يا رسول الله. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. تقوى الله أصلا هي الجواز، جواز السفر لدخول الجنة. شو هو؟
تقوى الله، ما بيفوت على الجنة إلا التقي. التقي الذي يؤدي ما افترضه الله عليه ويبتعد عما نهاه الله عنه. شلون بدك تعرف انه هذا امرني فيه وهذا نهاني عنه؟ من القرآن الكريم. وانت عم تقرأ، الله سبحانه وتعالى امرنا في اكثر من 100 آية بإقامة الصلاة، وليس بالصلاة، بإقامتها. وجعل سر النجاح والفلاح والخشوع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب أنا وقت بشوف 100 آية وأكثر أمرتني بالصلاة الحقة، بالإقامة، بإقامتها وبالخشوع، ما لازم أتعلم ما هو الخشوع حتى أحقق هذه الآية؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، في سورة شو؟ حجرات. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طب أنا أدي صلي آية هاي الآية، كم ختمة بحياتي صلي آية ومر عليها الآية، يا هل ترى أنا فهمت مراد الله فيها؟ فهمت أن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب الله نهاني عنه؟ تدبرت. شو التدبر؟ التدبر أنه أنا أسأل نفسي أنه يا هل ترى هالآية أنا مساويها مطبقها في حياتي ولا لا؟ في 1000 أمر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. من شي 2 3 سنين إجاني واحد من المصلين قال لي والله أستاذ بعت سيارة وبمبلغ معين، بعد ما رجعت من المكتب قاعد بهالبيت بيتصل فيني أحد أصدقائي شو صار بسيارتك اللي كنت بدك تبيعها؟ قال له والله بعتها الحمد لله. بديش؟ قال له والله 1,600,000. أوف، هات لأدفع لك فيها 1,900,000، هلأ ببيع لك إياها 2,000,000. قديه زادوا؟ 400,000. إجا لعندي عن صلاة العصر قال لي أو الظهر قال لي أستاذ أنا هيك هيك جيت بعتها ووقعنا العقد مشي الحال وجتني دفعة أكثر ب400,000. 400,000 شغلة يعني. قلت له إيه؟ قال لي شو رأيك؟ قلت له عم تسألني عن رأيي ولا بدك حكم الشرعي؟ هو الرأي اللي بيعطيك إياه هو الحكم الشرعي. قال إيه بدنا حكم الشرعي. قلت له يا أيها الذين آمنوا، شو بدك تقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا؟ لبيك يا رب. إيه جاهز، عم يخاطبك عم يناديك. أوفوا بالعقود، يعني إذا سويت عقد ما بينك وبين أحد من خلق الله بدك توفي، ما عاد في رجعة ولا نقول. سكت هيك قال لي بس والله الله يرحم جدي. قلت له آمين. شو؟ قال لي والله كان يقول جدي 1,000 قلبة ولا غلبة. شو يعني؟ قال لي والله أستاذ 400,000 هدول والله بيغفر لنا. الله عم بيقول لأوفوا بالعقود وجدك عم بيقول 1,000 قلبة ولا غلبة والله يرحم جده. والله يا أخوانا إجا العصر. شو؟ قال لي قلبت شقيت العقد. عند المغرب أتاني نبأ وفاته. شاب عمره 52 سنة، مو كبير يعني، فايت على البيت قلب مات. يا أخوانا أنت قلبت مشان تخالف، خالفت أمر الله سبحانه وتعالى مشان شيء من الدنيا تهنى فيه؟ وصل لإيده؟ ما وصل. لذلك يا أخوانا التعامل مع القرآن، وأختم بهذا حتى ما أطيل، بدنا نتعامل مع القرآن مثل ما كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، مو بس بالقرآن من رمضان لرمضان نفتحه، ومو نقرأه على مدار السنة بس مشان الأجر والثواب وفقط. منيح مشان الأجر والثواب، لكن لازم يكون في هنالك مسار آخر لنفهم معنى القرآن.
واثنين لنتدبر آياته. وإذا بدكم الأمور الأكرم الأكمل والأحسن في هنالك ست مراحل للتعامل مع القرآن. هذه المراحل الست أنا ذكرتها لكم خلال السنة ولكن أذكر بها دائما. أول شيء، هذا القرآن ينبغي أن يقرأ أن يقرأه المسلم بدون أخطاء في لغته العربية. هذه أضعف الإيمان، أن تقرأ القرآن بدون أخطاء في اللغة، بالفتحة والضمة. والله يا أخوان أحيانا بنقعد هيك مع بعض الإخوة من المصلين ومحافظين على الصلوات، تفضل اقرأ لي صفحة، بيقرأ بكل سطر بيطلع له خطأ في اللغة العربية، الفتحة بيساويها ضمة والضمة بيساويها كسرة وما بعرف إيش. ليش؟ فكر هيك يعني عم بيقرأ مثل أي كتاب عادي. قرآن هذا كلام الله باللغة العربية. اثنين، المرحلة الأكمل، أن تقرأه بالتجويد ورتل القرآن ترتيلا كما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن نفهم معناه. تفهم شو عم تقرأ؟ لما بتقرأ قل هو الله أحد، يعني قل يا محمد أن الله أحد في ذاته وصفاته. الله الصمد، شو يعني الصمد؟ الصمد الصمد، والله ما بعرف. أدي صار لك عم تقرأها من يوم يومي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. إيه شو هي غاسق إذا وقب؟ والله ما بعرف. طب هذا الفهم والمرحلة، بالله عليكم الله ما حيسألنا عنه يوم القيامة عن هذه الآيات؟ ما بده يسألنا عن القرآن؟ بده يقول لك الله سبحانه وتعالى حينما يوقفك بين يديه، خلقتك وأحسنت إليك وأنزلت أشرف ملائكتي اللي هو جبريل مع أشرف كتبي اللي هو القرآن إلى أشرف رسلي محمد صلى الله عليه وسلم، وإجاك القرآن، شو ساويت فيه؟ شو بدك تقول له لله؟ لحنوقف بين إيدين الله ولا ما حنوقف؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أبو نبيل سلطان، إيه يوم القيامة تفضل أبو نبيل سلطان لوي إلى الوقوف بين يدي الله. يا سيد نوح، سيدنا الأستاذ نوح بده يروح بده يوقف، بيحسن يتخبى يهرب، والله بده يوقفك بين إيديه بده يسألك عن كل ما قدمت، عن عمرك فيما أفنيت، عن شبابك فيما أبليت، عن مالك من أين اكتسبته وأين أنفقته، وعن علمك اللي هو القرآن والسنة ماذا عملت به. بدي أسألك عن العلم، بدي أسألك عن العمل. إذا تعلمت بسم الله هات لنشوف شو العمل، وإذا ما تعلمت يا ويلك، 50 سنة 60 سنة شو تعلمت؟ عم يصل واحد أحيانا للجامعة، تخرج من الجامعة قرأ خلال هذه الفترة 20 سنة 25 سنة أكثر من 70-80 كتاب حفظهم وقدم فيهم امتحان، والقرآن مسكوا يا ما بيعرف يقرأ. قراءته باللغة الصحيحة، قراءته بالتجويد، فهم كلام الله، شو بده الله، شو معنات هالكلام. بعدين أربعة، يتدبر. هون التدبر هذا المطلوب. أنا لما عم بقرأ وفهمت الآية، طيب أنا يا هل ترى مساويها هالآية؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، بس هيك ذكرا كثيرا. طيب أنا قديش عم بقرأ هاي الآية في سورة الأحزاب وبغيرها من المواضع، طيب أنا يعني هل ترى يعني عم بذكر الله ذكر كثير؟ الله بيقول ذكرا كثيرا وسبحوه شو بكرة وأصيلا صباحا ومساء، وذكر كثير
وإذا واحد غافل في الليل والنهار عن الله شو بده الله يساوي فيه بهذه الآية؟ طب أنا ما بعثت لك الآية وآيات كثيرة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أطراف الليل ومن أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. كم واحدة يا أيها الذين آمنوا؟ 89، بدءا من يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا في سورة البقرة، وانتهاءا بيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بسورة التحريم. 89 نداء. الله شرفك، مين أنت؟ لك مين أنت حتى الله يخاطبك؟ شو أنت بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ هذه الأرض اللي نحن ما بنمثل منها ولا ذرة ولا مثقال ذرة ولا شيء، هذه الأرض الشمس التي تشرق علينا في كل يوم أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. يعني إذا جبنا مليون وثلاثمائة ألف كرة أرضية بيجوا قد الشمس، والشمس نجم صغير 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 جدا 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 من بين مليارات النجوم، مليارات النجوم في المجموعة الشمسية اللي هي درب التباني أو مجرة درب التباني، وهذه مجرة درب التباني واحدة من ملايين بل مئات الملايين من المجرات الموجودة في الكون. هذا الكون من خلقه؟ الله. بيجي واحد ما بيسوى دودة على حجمه على الأرض يرسل الله عز وجل له رسالة ويقول يا أيها الذين آمنوا، وبعدين يقول لا ما بدي، أنا بدي ساي مثل ما قال جدي. هذا شلون عم يتجرأ؟ كيف عم يتجرأ أنه يجعل كلام الله خلف ظهره؟ بدنا ننتقي الله يا أخوانا قبل ما لا سمح الله يفوتنا الأوان. نحن عايشين بهذه الدنيا مرحلة وجيزة، مرحلة قصيرة وحنمشي، وحتأخذ معك فقط العمل، مالك وأولادك كله حتتركه، بيتك حتتركه، حتروح لعند الله لحالك ومعك الزوادة اللي أنت حصلت عليها، العمل بالقرآن، العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتدبر، تدبر كل آية بتمرق معك، يا هل ترى أن هالآية مساويها عطبقها؟ والله في شباب أعرفه عنده مصحف الخاص، بطرف المصحف بقلم رصاص، لما بتمرق قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حط إشارة يا ترى طبق هالآية. شو يعني قل للمؤمنين؟ يعني يا محمد يا أشرف خلق الله، من خلال هذا الكلام كلام الله، الله يخاطب عباده، قل للمؤمنين، بس مؤمنين ها أهل الجنة، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صحبتك لازم يكونوا كلهم صادقين مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني آيات. طيب ماذا 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 تدبرت من هذه الآيات؟ كلها مطبقها؟ لا والله، في كثير شغلات ماني مساويها. سجلها واسأل حالك، أنا هل أنا أفعل هذا الأمر أم لا أفعله؟ بعد التدبر بيجي بقى مرحلة شو؟ العمل. تعمل بما سمعت، وتعمل بما فهمت، وتعمل بما تدبرت، وبعدين بعد مرحلة العمل يصير هذا العمل عادي لإلك، ثم بعد ذلك عليك بالتعليم ونشر القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث من أول الشهر إلى آخره حول هذه المواضيع وهذه المعاني عن أهمية القرآن في حياتنا وضرورة تعاملنا مع القرآن التعامل الجيد والذي كان يعمله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، شو كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يسمع الآية تنزل عليه، يفهم معناها، يطبقها. لما دخل مكة فاتحا، في أعظم
من دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة فاتحة قبل ما يموت بثلاث سنوات، فات بعد ما خرج منها ذليلا صاغرا، هو وأصحابه طرد أخرج مطارد كمان، يا ريت كمان طلع بملاحينه بدون يقتلوه. بعد 10 سنوات أو 8 سنوات يعود إلى مكة فاتحا ومعه 10,000 فارس مقاتل، عز ما بعده عز، ولكنه دخلها وهو مطاطئ رأسه حتى كادت يعني لحيته صلى الله عليه وسلم تصل إلى رقبة البعير هيك وماشي حانيا رأسه صلى الله عليه وسلم متواضعا. فلما دخلها راح مباشرة إلى الكعبة، هاتوا لنشوف افتحونا باب الكعبة. مفتاح الكعبة كان مع واحد اسمه عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة مشرك بس ضمن عادات الجاهلية والعرب المفتاح معهم مع بني شيبة، ومفتاح وصل لواحد اسمه عثمان بن طلحة. أين مفتاح الكعبة؟ بده يفوت النبي عليه الصلاة والسلام في جواتها، جوات الكعبة كلها أصنام، هبل ومنات كلهم موجودين بالأصنام المشركين. هاتوا المفتاح. راح لعنده سيدنا علي لعند عثمان بن طلحة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعطيه مفتاح الكعبة. فقال له عثمان لو علمت أنه رسول الله لدفعته إليه، ولكن أنا ما معتقد أنه هو رسول من عند الله. شو سوى في سيدنا علي الذي فتح باب أو مسك باب خيبر يلي 8 رجال ما حسنوا يحملوه؟ شو سوى بإيده لعثمان بن طلحة لو قالوا يا هيك وقال له هات المفتاح وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فتح النبي عليه الصلاة والسلام باب الكعبة ودخل وجعل يشير إلى الأصنام فتهدم بإذن الله، مجرد ما أشار إلى الصنم يسقط مخشيا. لما المفتاح صار بإيد النبي عليه الصلاة والسلام أتى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد لو جمعت لي السدانة مع السقاية، سدانة يعني مفتاح الكعبة وخدمة الكعبة خدمة البيت، والسقاية سقاية الحجيج. العباس كان متكفل بسقاية الحجيج وهذا شرف عظيم له بين العرب، فقال له يا رسول الله أعطيني المفتاح بيصير معي أنا شو السقاية والسدانة. فمباشرة النبي عليه الصلاة والسلام مسلم وهذاك شو كافر مباشرة. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة حتى نزل عليه قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عثمان بن طلحة صاحب المفتاح لما أعطاه لعلي قال خذه بأمانة الله، هذا أمانة، أمانة الله عليك ترجع لي إياه، خذه بأمانة الله. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه به للمسلم وعمه. فنزل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فهمها، فهم المراد منها أنه إذا أخذت أنت شيء من أشياء الناس أو أماناتهم أو أموالهم أو أي شيء بدك تؤدي الأمانة إلى أهلها، فهمها. إيه بيجي التطبيق مباشرة. قال أين عثمان؟ قالوا هربان بالجبل. أعطى المفتاح لسيدنا علي وذهب علي إلى عثمان وقال خذه. ذاك يتعجب، معقول ترجعوا لي المفتاح؟ فقال علي
إن الله قد أنزل في شأنك قرآنا. قرآن نزلت آية من السماء مشانك. شو هي الآية؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ففرح وآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوها يا بني شيبة، خذوا المفتاح، تالدة خالدة فيكم إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. السيدانة هي ما بيأخذها منكم إلا ظالم. وإلى هذه اللحظة السيدانة وين موجودة؟ في بني شيبة، معه مفتاح الكعبة، ما حدا بيسترجي يأخذهم، لأنه اللي بيأخذ المفتاح شو؟ فهو ظالم. هذا التطبيق العملي للقرآن، أنت وقت عم تقرأ بدك تمر معك آيات، افعل لا تفعل، هذا حلال هذا حرام، هذا أمر وهذا نهي، بدك تفهم وتتدبر وشو تساوي بعدين؟ تطبق، وبعدين تدل غيرك على هذا الخير حتى تكون ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن، عمل بما فيه، علمه. هيك أبو حسين بدنا نشتغل مع القرآن، ما في مانع يكل لك أنت مسار، مسارين لازم تسير عليهم. أول واحد أن تكثر من التلاوة، ومعلش للأجر والثواب، كل حرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة والحسنة بعشر أمثالها. بس كمان لازم يكون في هنالك مسار ثاني وخط آخر، أن تتعلم وتفهم مراد الله من كتابه حتى تطبق. ما عندي قدرة أقرأ لحالي، تيجي بتحضر مجالس العلم، وما أكثرها في بلدنا رغم كل هالظروف لا زالت بفضل الله مجالس الخير التي تدل على الله وعلى أوامره وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه موجودة. بدنا نجتهد وبدنا نبذل الجهد في القرآن، لأن القرآن شفيع لأهله يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هل أنت صائم؟ وحاول أن تقرأ كمان القرآن، ويكون هذا شفاعة لك إن شاء الله بين يدي الله. هلأ غدا الجمعة ربما نتكلم من بعد العصر فيما يتعلق بأحكام الصيام، بدنا نأخذ موجز عملي عن أحكام الصيام، أركانه، آدابه، المفطرات، الأشياء التي نسأل عنها، نساويها كلها إن شاء الله بدرس واحد. ومن يوم السبت إن شاء الله نعود إلى ما يتعلق بكتاب الله سبحانه، وخصوصا فيما يتعلق بسورة الفاتحة وجزء عما، حتى إذا قرأناها في الصلاة نفهم مراد الله ونتدبر الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن، وأن يجعل القرآن لنا إماما ورحمة وهدى، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة.